في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا، دوما نحن هنا. أهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم أينما كنتم. تتواجد كاميرا برنامج نحن هنا في صرح مختلف وتغطية مختلفة، صرح ونموذج مشرف لعمل وزارة الصحة. نحن في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، فكونوا معنا. نحن هنا دوما نحن هنا. مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض هو أحد مستشفيات وزارة الصحة، ويعتبر من المستشفيات المرجعية الكبرى بمدينة الرياض، حيث يتكون من 500 سرير ويقدم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية من المستويين الثاني والثالث لتخصصات الأمراض الباطنية والجراحية الحادة منها والمزمنة. ويخدم المستشفى من تجاوزت أعمارهم 12 سنة، ويستخدم الوسائل التشخيصية والعلاجية من المستوى الثالث حسب المعايير الدولية للمستشفيات. وتعتبر رسالة المستشفى هي تقديم الرعاية الصحية بجودة عالية وفي بيئة آمنة. وأما رؤية المستشفى، فيتطلع المستشفى للتميز الوطني في مجال تقديم الرعايات الصحية مع دور ريادي في مجال التدريب الطبي والبحوث العلمية. ويعتز المستشفى بأن يحافظ على ترسيخ قيم جوهرية هي في الأساس عناصر نجاحه. كما يتميز المستشفى بوجود أكبر قسم عناية مركزة وجراحة في المملكة، حيث يشمل جميع التخصصات الباطنية وجراحة الأوعية الدموية والعظام وأمراض الصدرية وأمراض الجهاز الهضمي والأمراض الجلدية والتناسلية. ويعد مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز صرحا طبيا مهما وعلى مستوى عال، وقد بلغ إجمالي تكلفته الإنشائية نحو 455 مليون ريال، وهو يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 120 ألف متر مربع. ويدير المستشفى كادر طبي وإداري متميز. ويشمل التجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض ثلاثة مستشفيات ومدينة طبية، وهي مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، ومستشفى اليمامة، ومستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية، بالإضافة إلى 48 مركزا صحيا. ويأتي هذا التجمع ضمن عملية التحول لنظام الرعاية الصحية بالمملكة، والتي تعمل عليها وزارة الصحة، وهي خطوة مهمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية ورفع كفاءته وجودته. وأحد أهداف التجمع الصحي الثاني بالرياض الاهتمام برأس المال البشري والحفاظ عليه من خلال أحدث المعايير المعمول بها في مجال الموارد البشرية، ومن شأنها العمل على تطوير بيئة العمل داخل التجمع والتواصل مع الموظفين لأخذ اقتراحاتهم، مع الحرص على زيادة التدريب الداخلي والخارجي. نحن هنا دوما نحن هنا. دكتور أحمد العنزي، المدير الطبي لمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، أرجو أن تحدثنا عن الجهود المبذولة والخدمات المقدمة للمجتمع من هذا الصرح العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز هو أحد مستشفيات تجمع الصحي الثاني، أنشئ في عام 2013، يخدم الأحياء الشرقية من منطقة الرياض، وكذلك جميع المواطنين في منطقة الرياض وخارج منطقة الرياض. الخدمات أو الأقسام الموجودة في المستشفى تبدأ بداية من أقسام الطوارئ إلى أقسام التنويم في الباطنية والجراحة، وأقسام الأشعة والمختبرات، وكذلك أقسام العناية الحرجة وقسم التأهيل الطبي. الخدمات المقدمة في بداية إنشاء المستشفى كانت تتمحور حول أمراض الباطنية والجراحة للمرضى البالغين بالأخص، مع كذلك التركيز على مصابين الحوادث.
ومع الوقت تم تخصيصه كمركز لمواجهة فيروس متلازمة الشرق الأوسط في عام 2015. ومع وجود الجائحة في فيروس كورونا المستجد تم تخصيصه كمستشفى متكامل لمواجهة هذه الجائحة. بحمد الله بعد انتهاء الجائحة بدأنا في العودة إلى الخدمات السابقة، سواء كانت تنويم للأمراض الباطنية والجراحة، العودة للعمليات الجراحية كاملة، الخدمات المقدمة أيضا للمرضى، العناية المركزة، وكذلك مرضى التأهيل الطبي. دوما نحن هنا. دكتور عبد الله ترجمان، مدير المختبرات وبنك الدم، يا ريت لو تحدثنا عن مهامكم اليومية وأبرز التحديات اللي تواجهونها في قسمكم هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. طبعا مختبر مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز يتميز بتقديم يعني مختلف والتحاليل وتنوعها، يعني من وظائف الكلى والكبد وأمراض الدم والهرمونات ومؤشرات الأمراض المناعية والفيروسية إلى غير ذلك من التحاليل. كل هذا يعني هذه مميزات يقدمها للفرد والمجتمع، وكل هذا يعني يقدم من خلال أحدث التقنيات وأحدث الأجهزة الطبية المتوفرة في السوق الطبية. وطبعا مستشفى كمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز جدير بأن يمتلك بنك دم متميز يعتني بمتبرعين بالدم كبداية من استقبالهم وتوفير وسائل الراحة والسلامة لهم، وبعد ذلك من توفير أجود أنواع أكياس الدم من كريات دم حمراء وصفائح دموية وبلازما التي تنقذ حياة المرضى بإذن الله. وكل ذلك يقدم تحت أفضل مستويات الجودة ومعتمدة من قبل الجمعية الأمريكية لبنوك الدم والكلية الأمريكية لعلم الأمراض، وكذلك من مركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. واستغل الفرصة بتشجيع المجتمع والأفراد بتبرع بالدم، في النهاية يعني لهم الأجر في إنقاذ حياة المرضى. دوما نحن هنا. الدكتورة ودم طيري، رئيسة قسم الطوارئ في مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، أرجو أن تحدثينا عن بعض الأمور ومهامكم اليومية التي تقومون فيها في هذا القسم شديد الخطورة وشديد الحرص في هذا الجانب. حياكم الله. يعنى قسم الطوارئ بمستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، وهو أحد مستشفيات التجمع الصحي الثاني بمدينة الرياض، باستقبال كافة حالات طوارئ الكبار، حيث يتواجد على مدار الساعة طاقم طبي متكامل من أطباء طوارئ تمريض ومسعفين طوال أيام الأسبوع، ويتم استقبال ما يقارب 8,000 حالة بشكل شهري، حوالي 700 حالة قادمة عن طريق إسعافات هيئة الهلال الأحمر السعودي. وفي تتراوح الحالات ما بين إصابات الحوادث المرورية، الجلطات القلبية الدماغية وغيرها من الحالات الحرجة. وفي قسم الطوارئ يتم فرز الحالات حسب معيار الفرز الكندي، وهو المعيار المعتد عالمياً، وذلك حتى يتسنى لنا تقديم الخدمة للحالات الحرجة أولاً فالأقل حرجاً. وفي حال كانت الحالة مستقرة ولا تستدعي أي تدخل طبي طارئ، يتم توجيه المرضى من هذه الفئة إلى مراكز الرعاية العاجلة داخل التجمع الصحي الثاني لتلقوا العلاج والخدمة هناك، وهي كذلك تعمل على مدار الأسبوع 24 ساعة يومياً. طبعا قسم الطوارئ مجهز بأسطول من سيارات الإسعاف، وكما ذكرت سابقا المسعفين متواجدين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تقريبا يتم نقل ما يقارب 100 إلى 150 حالة بشكل شهري عن طريق إسعافات مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز، وكذلك يتم استقبال 700 إلى 800 حالة عن طريق الهلال الأحمر السعودي. دوما نحن هنا. أنا ممرض خالد مطلق العتيبي، ممرض طوارئ. من هنا نستقبل مرضى الطوارئ على حسب الحالة، إذا كانت حالته مستقرة
ممكن نوجه إلى الانتظار إذا كانت حالته مستعجلة أو حرجة، على طول نوجه إلى قسم الأنعاش. طيب هنا يتم فرز الحالات، أول ما يصل المريض إلى طوارئ يتم عمل الفرز البصري، يقوم تمريض الطوارئ بتقييم الحالة بصرياً، ما هي نوعية الحالة، وإذا كانت تستدعي تدخل طارئ يتم نقل الحالة مباشرة للإنعاش، وفي حال كانت الحالة مستقرة يتم القيام بعملية إكمال عملية الفرز البصري والفرز المبدئي حسب معيار الفرز الكندي. نحن هنا دوما نحن هنا. دكتورة ود، يا ريت لو تكلمينا عن أبرز المواقف الصعبة اللي تحصل لطبيب الطوارئ وكيف تأثيرها على حياته وكيف نقل الخبر لأسر أو المرافقين للمرضى. طبعا طبيب الطوارئ حياته مختلفة يمكن عن كثير من الأطباء بحكم عمله، احنا نعمل شفتات صباح مسائي وليلي، فهذه طبعا تأثر على طبيعة الحياة. يمكن أصعب المواقف اللي تواجه طبيب الطوارئ اللي هي أن ننقل خبر سيء للمريض أو لذويه. طبعا هذه المواقف في قسم الطوارئ تكون مليئة بالمشاعر والعواطف الجياشة، بحيث أنها موقف خارج عن طبيعة حياة الشخص، تتغير قد تتغير حياته في لحظات، ونجد نفسنا كأطباء طوارئ متواجدين في هذه اللحظات التي تتغير فيها حياة المريض أو ذويه، يتطلب الموضوع كثير من التدريب طبعا خلال فترة الزمالة، ومع ذلك الموضوع لا يصبح سهلا بمرور الوقت، ولا تزال هذه أصعب مواقف أطباء الطوارئ في أي شفت، وأتوقع لو تسأل أي طبيب طوارئ راح يوافقني. نحن هنا. فهد الظفيري، مساعد مدير التمريض، يا ريت لو تحدثنا عن العيادات الخارجية والمهام اللي تقومون فيها. أولا أود أن أرحب فيكم ويعطيكم العافية على الاستضافة. طبعا احنا بالعيادات الخارجية نقدم الخدمات للمراجعين للعيادات الخارجية. العيادات الخارجية تتكون من طابقين، الطابق الأرضي والطابق الأول. الطابق الأرضي يخدم العيادات الباطنية والعيادات الجراحة العامة، كذلك المختبر، الصيدلية، وغرف الجبائر، عيادات السمعيات، والعيادات غيارات الجروح. أما الطابق الأول يخدم المراجعين لعيادات العيون، الأذنان فنجرة، القلب، الصحة النفسية، الأسنان، وجراحة الوجه والفكين. طبعا العيادات الخارجية تخدم ما يقارب بشكل يومي أكثر من 1000 مراجع. العيادات يوجد فيه تخصصات مساندة للعيادات، مثلا مكتب مساندة يخدم المرضى كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، من وقت دخولهم للعيادة إلى الخروج. كذلك يوجد لدينا مكتب حقوق وعلاقات المرضى للإجابة عن استفسارات المراجعين، مساعدتهم في حال أنهم احتاجوا مساعدة، ويوجد لدينا كذلك استقبال للإجابة عن استفسارات المرضى وتوجيه المرضى لمناطق العيادات. كذلك يوجد لدينا استقبال أو محطات تمريض لخدمة المرضى كذلك، وترتيبهم وتوجيههم للعياداتهم الصحيحة. العيادات الخارجية زي ما قلنا أنها تضم تخصصات كبيرة، ونخدم الحمد لله يعني أكبر عدد ممكن من المراجعين. إذا مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في رسالة مفادها الإنسان أولا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. في كل تغطية دوما تجدوننا، من نور لقياكم تسمو شاشاتنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم لكم وبكم دوما نحن هنا. بمناسباتكم يحلو اللقاء لنا، منكم
نحبكم لكم وبكم دوما نحن هنا دوما نحن